عزيزي المشاهد، أهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج النداء الأخير. النداء الأخير برنامج يتمحور حول محبة الله التي ظهرت للإنسان من خلال صليب ربنا يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح نادى العالم كله ويقول: تعالوا إلي وأنا أريحكم. الرب يسوع المسيح قال أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. من خلال هذه الحلقة أتمنى من كل قلبي، ونحن نتحاور أنا والدكتور عادل والأخ نجيب حول موضوع زكاة، أن تأخذ قرار مصيري لحياتك يضمن لك المستقبل البعيد، أي يضمن لك الأبدية. فتعال عزيزي المشاهد، أنا وإنت والدكتور عادل نسمع للأخ نجيب بترنيمة. تفضل. يلي العالم خدعكم بالمال أو بالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، ده العمر سنين لحظات. يلي العالم خدعكم بالمال أو بالشهوات، تعالوا لخلاص نفوسكم، ده العمر سنين لحظات. اتركوا زينة العالم، ده ياما طوى أموات. اتركوا زينة العالم، ده ياما طوى أموات، ده ياما طوى أموات. ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس. نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة وإخلاص. مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان. مش لاقي زي حبيبي يسوع، دورت في كل مكان، دورت في كل مكان. شكرا أخ نجيب. إلى الدكتور عادل. دكتور عادل، هل من قراءة لهذا اليوم وهذه الحلقة؟ من إنجيل لوقا أصحاح 19. تفضل. موضوع زكاة. ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكاة وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة. فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكاة أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكاة وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. شكرا دكتور عادل. عفوا. دكتور عادل، نحن بنلاحظ أنه هناك اشتياق وأصرار عند زكاة. أيوة. فبنلاحظ أنه المعطلات لم تمنع زكاة، فزكاة اتخذ قرار لابد أن يرى يسوع ولو للمحة أو نظرة فقط لغير. لذلك بنلاحظ أنه طلب أولا، ثانيا ركض، ثالثا تقدم إلى جميزة، وبعدين صعد إلى الجميزة لكي يراه. الغاية كانت أن يراه، لأنه حسبها أنه يسوع لابد أن يمر من المكان اللي كان
فيها علاء جميزة. هل من تعليق على هذا الأمر؟ أيوة، كنت بفكر أخي فهد في كلمة ركض. ركض يعني طلع يجري. ركض ليه بيجري؟ حس أن الفرصة هتضيع منه. يعني لو على مهله تمشى، هو حسبها كده، لو على مهله وتمشى يكون مسيح خرج وراحت الفرصة منه. ففي آية في إشعياء 55 يقول إيه؟ اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. يعني طب ما هو موجود على طول، قال لا الحق للفرصة تضيع منك. اطلبوا الرب، لأن هيجي وقت في الناس تطلب ربنا مش هتلقاه، هيكون خلاص القلب اتقسى أو الباب اتقفل. فأنا بحس كلمة ركض دي فيها نفس الكلمة دي، بس فيها نداء واضح لكل واحد، بقول له اجري الحق لأن الفرصة ممكن تضيع. مش عارف، حاسس أخي فؤاد أنه في ناس بتقعد تفكر وتوزن وتأجل، والوقت بيجري، العمر بيجري، الظروف بتتغير. بيبقى مرة فكرت في حاجة، قلت اللي بينزل يعني بعد الشر عن أي واحد، بينزل من بيته ما بيرجعش بيته صاحي، بيبقى عارف أنه هينزل يموت إطلاقا. لو عارف أنه هيموت مش هينزل. اللي بيركب احيانا طياره والطياره تقع، عارف ان الطياره هتقع، ما هو لو عارف انها تقع مش هيركب. اذا اطلبوا الرب ما دام يوجد. امتى يوجد؟ يوجد النهارده اليوم. ادعوه وهو قريب. فبما اني لا اعرف امر الغد، يقول كده انتم الذين لا تعرفون امر الغد، ما هي حياتكم؟ الحقوا النهارده لان الغد مش بتاعك. بالرغم أنه كان زكى أنه يبحث عن شيء واحد فقط، يبحث عن أن يرى يسوع. أيوة. لكن الرب يسوع المسيح كان يبحث على زكى ليعطي زكى حياة. أيوة. شوف أقصى ما كان يتمناه زكى نظرة بس، طلب إيه؟ أن يرى. طبعا لو قلنا زكى، أنا هقول زكى إيه رأيك بقى النهاردة يا زكى يا أخويا، المسيح هيدخل بيتك؟ يقول لي لا، مع كلام انا خاطي، ده انا ده لو دخل بيوت الناس كلها بتاع البلد مش هيخش بيتي. انا بس مجرد ما اتمناه نظره واحده بس، نظره مش ان يسوع ينظر الي، لا، ان انا اشوفه. ايه اللي هيجرى لك؟ قال حاسس انه يمكن لما اشوفه ارتاح، ضميري يرتاح. طيب يقوم الرب يعمل ايه؟ زي في ايه تقول ايه، انه القادر، رساله افسس، القادر ان يفعل فوق كل شيء، أكثر أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. شوف القادر، كلمة كبيرة عظيمة، قدرة أن يفعل. الفعل فعل الله ده عمل عظيم، فوق كل شيء. شوف كل كلمة أكبر من التانية، فوق كل شيء، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. المئة ده الرب، أقصى ما كان اللي قدامك ده يتمناه في يوم من الأيام أنه بس ياخد غفران لخطاياه. لكن النعمة بترفع. لا يعني لو واحد قال لي، يعني ما بفتكر الماضي، يعني لو واحد قال لي انت على فكرة هتخدم ربنا بعدين، هضحك مش يعني حاجة لا تخطر على البال. فانا بقول النهاردة لكل واحد، تعالى انت بتطلب من الواحد شحات محتاج لجنيه، يبص يلقى مديله مليون جنيه، يبقى مش مصدق، مش ممكن. هو بيعطي حسب غنى مجده، حسب سخاءه الإلهي. أنا بطلب بحسب احتياجي، يقوم هو فايض. زكى طلب إيه؟ أن يرى يسوع. لكن اسمع الآية دي، يقول لك فجاء يسوع إلى المكان. عارف لو هو مثلا معدي من الشارع التاني قال لهم لا أنا عايز أعدي من الشارع ده بالذات، يا ربي دي الأقصر، قال لهم عايز أعدي من هنا. جاء يسوع إلى المكان، أدي أول خطوة، نظر إلى فوق. طب هما مش عايز، هما قالكش بص له، ده هو اللي هيشوفك من بعيد. قال لي لا، نظر الى فوق فرآه. حدد الرؤيه راح فين. رآه، هم مستخبي وسط الورق كده لكن شافه. وبعدين ايه؟ وقال له يا ربي. يعني انت يا رب عديت من المكان وبعدين وقفت، وبعدين بصيت له، وبعدين ناديته، يا ده لازم ارجع لك يا رب النهارده. نظر إليه ورآه وقال له يا زكى. الله ده عارفه، ما قالوش انت يا خاطئ انت، لا ده عارفه باسمه. احنا لينا قيمة كبشر كأفراد عند الرب. ناداء يشوف كده يقول لا تخف لأني فديتك
دعوتك باسمك وايه كمان انت لي. انت لي كانه بيقول له انت لي يا زكا، ما عدتش من النهارده زكا لا انت للخطيه ولا للمال الحرام ولا للجحيم ولا لابليس، انت مش بتاع ابليس، انت ملكي انا، انا خلقتك انا فديتك انت لي، انزل تعال تعال بلاش المسافه دي، تعال انزل وانا النهارده مش بس هسلم عليك ولا هاخدك بالحضن، ده انا هدخل بيتك، هدخل بيتك وهدخل حياتك وهتتغير حياتك بالكامل. دكتور انا ملاحظ ان هناك في مبادره الهيه عامه، يعني يقول انه ابن الانسان اي يسوع المسيح جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، هون بنلاحظ انه هناك يعني مبادره الهيه خاصه لزكا. لكن انا عم فكر انا انه زكا رقد، يمكن الناس ما شافوه، يعني انا بتصور يعني المشهد امامي الان انه شايف انه الرب يسوع المسيح يتقدم الى الجميزه ويقف والناس كلها وقفت، انه بيفكروا بينهم بين انفسهم شو يلي صار، لكن مثل ما ذكرت حضرتك انه رفع راسه الى فوق ونادى على زكا، بنلاحظ بيقول له انه جاء الى المكان قال له يا زكا، انه عرف اسمه وبيقول للناس كلها انه هو زكا يلي فوق الجميزة قاعد. يعني شو كان رد فعل زكا؟ ما خجل لانه مكانته ومركزه المرموق والناس بيعرفوه ورجل وعنده عائلة انه طالع على الشجرة. بس انت قلت نقطة جميلة جدا عايز اعلق عليه. تفضل. انت قلت لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، كأن الرب يسوع عايز يقول لي مش زكا بس، ده مفتوحة يعني عرض مستمر مفتوح، لانه مش بس زكا وانت وانا وكل مشاهد، ابن الانسان قد جاء لكي يطلب مشتاق لك كل واحد بيطلبك، بيقول لك تعالى تعالى وانت لازم تشتاق له وتجيله ليطلب ويخلص انه مخلص ما قد هلك. قد هلك بيسموها في اللغة العربية ماضي تام، يعني لازم اقر ولازم يقر كل واحد انه قد هلك، مش يمكن انا كويس يمكن لا، الكتاب المقدس بيقرر قرار لا فصال فيه انه كل البشر قد هلكوا ماضي تام. طب حلها ايه؟ تعالى للذي يطلب، بيطلبك النهاردة ومش بس هيطلبك، مش عشان لم يأتي كي يديننا، لم يأتي كي يلوم، بل جاء لفدائنا وأنقذ المظلوم، بينادي كل واحد بقول له تعالى اعمل زي زكا. عشان كده الكتاب قدم المثال الحي ده. دكتور انه يعني تعليق على حالة زكا وهو على الجميزة وبيلاحظ انه الرب يسوع والجموع كله ما خجلش، بالعكس بنلاحظ انه شو بيقول انه قالوا لي انه ينبغي ان امكث اليوم في بيتك، فاسرع وانزل. وقبيله فرحا. ايوه ماشي. يعني هو ما فكرش بالعالم وما فكر، لكن فكر على انه الرب يسوع مش فقط انه انا شفته، لكن اكثر من هيك انه معقول انه حيدخل عندي على البيت. شوف مشغوليه زكا بالرب نسيته كل الاوجاع والظروف وكلام الناس والاعتراضات ومركزه بالضبط. عارف انا بفكر في حاجه اخفات، في شويه كلمات هنا اول مره تدخل قاموس اللغه بتاعه زكا. ازاي طلبه ان يرى صدي، قبل كده بيطلب يقول له هات اللي معاك هات الفلوس، طمع هنا طلبه يسوع دي نمره 2، واخد بالك اسرع ركض بيجري، الاول كان قاعد كده بطيء متبلد ومش عايز يفكر في الموت ولا الابديه لانه بيخاف. النقطه اللي بعدها ان يقول لك ايه، انه اسرع ونزل وقبله فرحا. كلمه فرحا دي اول مره تخش في قاموس زكا. طب ما انت عندك فلوس كتير، قال معاه حزن معاه تبكيت الضمير، ما باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح انقباض الروح. فكلمه فرحا دي اول مره، وبعدين مش كده وبس، وفي كلمه تانية دخلت في القاموس الجديد عند زكا، ها انا يا رب اعطي. هو دايما كان دايما يقول ايه، ها انا ايه الهف اخذ. اسرق
أول مرة الاتجاه عكسي، هنا هات، هنا خد، ها أنا رب أعطي، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد. إيه ده يا زكا، إيه اللي جرى؟ ما هو ده التغيير الإله المسيحية الحقيقية. وشخص المسيح يسوع رب المجد، الديانة الوحيدة والشخص الوحيد اللي بيقدر يقلب الإنسان من أنه بياخد يسرق يدي، أنه حزين وتعيس يفرح، أنه شخص كده متبلد المشاعر يجري ويفرح بالرب. فإحنا بنقدم شخص يسوع المسيح المخلص لكل واحد. أخ نجيب، يعني هناك يعني في مبادرة، مبادرة من زكا ومبادرة أيضا من الرب يسوع. مبادرة اللي جاءت من زكا أنه قام بالعمل اللي كان مطلوب منه، لكن هون بنلاحظ أن المبادرة اللي جاءت من الرب يسوع كانت أعظم. المبادرة يعني يمكن لأول مرة أو الحادثة الوحيدة في الكتاب ذكرت أو دون فيها أن الرب يسوع يدعو نفسه بنفسه أنه يدخل أحد البيوت ويقيم يبيت. مفيش، لم يذكر هذا في الكتاب، لم يدون تقريبا إلا في هذه الحادثة. لهذه الدرجة الرب قدر هذا الإيمان بتاع زكا. هو عارف، هو شايف، شايفه هو بيركض وشايفه هو بيطلع فوق الجميزة. طبعا الرب شايف لأنه هو الله، فأعلن له من هو. لأي إنسان موجود في الوجود عايز يعرف مين هو المسيح، مجرد ما بياخد مبادرة يقرأ الإنجيل، يسأل، يشوف برنامج زي كده، يكتب رسالة، يتصل بالتليفون، الرب يسوع سيعلن له من هو. ده من أكتر من كده، ده عزم نفسه، قال له ينبغي، يعني مش لازم، لا ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. عزم نفسه بنفسه. يا لها من مبادرة عظمى من الرب يسوع. كان يتوقعها زكا ولا كان يحلم؟ هو بس عايز يشوفه، هو عايز يشوفه، عايز يعرف مين هو. فالرب فعلا زي ما ذكر الأخ عادل، كلمة الرب القادر أن يفعل أكثر جدا فوق ما نفتكر أو نطلب، بحسب القوة. إيه القوة؟ قوة الله القادر على كل شيء، قادر أن يعلن نفسه ويعرف للي يريد واللي عنده أشواق، بس بياخد مبادرة، طلب، ركض، صعد، أراد أن يرى يسوع، يعرف. أنا شايف دكتور أنه في كلمة تانية أنه بتوقفني، ألا وهي أنه وقف يسوع، أنه يقول أنه فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق. يعني هون بنلاحظ أنه في العدد الثامن بيقول فوقف. كمان زكى، وقف يسوع ونادى على زكى، وفي العدد الثامن تجاوب زكى أنه وقف زكى وقال أنا أفعل كذا وكذا وكذا، لكن الرب يسوع المسيح وقف. أيوه. ما هنا حاجتين برضو زي ما كنا بنقول، في حاجة مزدوجة، الرب وقف ونظر إليه، وزكى كمان قرر أن يتجاوب مع صوت النعمة والتغيير، وقف وقال ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين. لاحظ حاجة، أنه المسيح ما قالوش زي ما كان الأخ نجيب، عجبتني حتة أنه الرب أول مرة، المرة الوحيدة اللي عزم نفسه ببيت، لكن طب لما، طب اسمع يا رب قبل ما تخش البيت ده قول له الأول تطلع الفلوس الحرام. قال لي لا، قال لي المسيحية بتاعتنا مش أنك تعمل أعمال تخلص، لا، الأول أنا أدخل البيت فيخرج من البيت الظلم والحاجات الحرام. هل الرب حط شروط على زكا؟ قال له بشرط أن تفعل كذا، وحط له نواهي وأوامر إطلاقا؟ أمال إيه زكا اللي جرى لك؟ وقال لك حاجة، قال لي من غير ما يقول لي المسيح دخل بيتنا. فالعارف لما يكون ساعات في بعض البيوت بتبقى مقفولة طول الشتاء عندنا في مصر، أول ما تفتح الشبابيك تبص تلقى حاجات تجري، يبقى افرض في شويه صراصير وفي كنفار وحاجات زي كده، وفي ريحه معطنه، يعني لان البلد ما فيها رطوبه، اول ما تفتح والشمس تخش تلقى حاجه بتجري. ايه ده؟ قال لك الشمس دخلت فطفشت وبتموت الفيروسات والميكروبات. نفس الفكر، دخل يسوع
راح الميكروبات بتاعت الطمع والفرن بتاعت الظلم والبيت اتغير. يسوع دخل البيت. انا شايف ان احنا نجيب ده حتى من قبل ما يخش البيت. يعني لو حبينا نحط لحظة اهتداء زكا اتفضل امتى اهتدى وتغيرت حياته؟ ايوه بدأت من اول ما اسرع وانزل ويقول الكتاب كده فقبله فرحا. قبله مين؟ يعني زكى قبل المسيح فرحان. يعني وهو نازل فرحان. ليه؟ قبله بالإيمان. دي هي لحظة الاهتداء، لحظة قبول زكى للمسيح، لأنه قبله فرحان. هل أنا عايز أوجهه لأحبائنا اللي بيشاهدونا دلوقتي؟ أنت بتسمع عن المسيح، هل قبلته؟ تعرف لما تقبله هتفرح، لأن قبوله هو اللي بيولد الفرح. وبعدين أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، لا ده قال له أنا رايح أبات عندك، وما خفي أعظم زي ما بيقول. أنا كاتب عندي هون دكتور أنه شخص يبحث فيجد نفسه. يعني زكا كان يبحث أن يرى يسوع لكن وجد نفسه، على أنه إنسان خاطئ، إنسان عايش في الخطية، وكان بحاجة إلى هذا اللقاء مع رب يسوع. لكن عظمة هذا الإله العظيم ربنا يسوع المسيح له المجد، أنه بيوقف الرحلة كلها من أجل أن يكلم شخص، مش فقط أنه بيريه نفسه، لكن بيعطيه الوقت الكافي ويدخل إلى عنده إلى بيته. ما أعظم هذه المحبة. حلو قوي أنه حكيت رجع لنفسه، يعني كأنه إيه، كان تايه عن نفسه، كان ما عارف يقول لك ده مجنون، رجع العقل يبحث فوجد نفسه. فكرتنا بالابن الضال في نفس الإنجيل، إنجيل لوقا صح 15، ونفس كلمة ركض على فكرة، بس هنا زكا بيركض، هنا الآب بيركض للقاء ابنه. هوضحها ببساطه. اتفضل. يقول لك انه الابن الضال بعد ما راح في الكره البعيده وعاش فيها بين الخنازير، مفلس تعيس نجس، يقول لك ايه، فرجع الى نفسه. نفس الفكره اللي انت كنت بتقول، رجع الى نفسه يعني ايه؟ عاقل، وبدا يحسبها صح. قال لك كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهل الجوع. المسافه كل ما بتبعد عن ربنا التعاسه بتزيد والنجاسه بتزيد. فقرر قام وجاء إلى أبي، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه. شوف هنا زكا عايز يرى يسوع، أخذ بالك، ويسوع رأى زكا، نظر إليه. نفس الفكرة هنا، بص، وإذ كان لم يزل بعيدا زي زكا فوق الشجرة، والولد الضال هنا بعيد. يقول لك الكتاب إيه؟ يقول لك رآه أبوه فتحنن، قلبه تحرك وركض. شفت هنا زكا ركض، لكن هنا الآب نفسه، الله بيقولوا الآية الوحيدة في الكتاب المقدس اللي فيها ربنا بيجري، بس يجري إيه؟ مش يجري يبعد عن الخاطي، يجري يحضن الخاطي. ومرة قريت عليها عجبني فؤاد، قال إيه؟ قال لك ليه أبوه جري عليه؟ قال غالبا الواد لما قرب من البيت قوي وابتدى يفتكر نجاسته وخطاياه وضغطه، يمكن لف الدور ورجع عايز يجري على الكرة البعيد، راح الأب طلع وراه قال له ما تروحش بعيد أنا عايزك. يقول له رب أنا مفلس، أو يا أبويا أنا خربت الدنيا. قال له عايزك بخرابك. يقول له أبا أنا أهنت اسمك وأنفقت معيشتك مع الزواني. يقول له بس أنا بحبك، ما تجريش بعيد. جري على الولد اللي بيجري عايز يرجع الكرة البعيدة، وراح حضنه كأنه بيقول له إما أنت مش هسيبك تاني. ركض ووقع على عنقه وإيه؟ وقبله. ده مين اللي بيقول المثل ده؟ المسيح. مين المسيح اللي هو بيقوله ليه؟ بيقول عشان أنا عايز أقول له كل خاطي، كل أثيم، أنا مستعد أجري واخدك في حضني، مستعد أقبلك. كلم المشاهد دكتور آخر دقيقة برسالة بدعوة. عزيزي أنا مش عايز أقول لك أكتر من اللي أنت سمعه، عايز أقول لك تعالى النهاردة، شوف من هو يسوع، تعالى فاتح ذراعي كده، فاتح عايز ياخدك في الحضن، عايزه يجري عليك أكتر من كده. بيجري عليك من خلال البشارة، بيجري عليك من خلال البرامج، بيجري عليك حتى من غير ده كله. أنت بتحس لما تفكر في المسيح بالذات، متعرف أنه مش شخص عادي ولا نبي عادي،
ده بيحبك جدا جدا جدا. ده هو الله اللي جه في صورة البشر عشان يفضل بشر، وعشانك انت بالذات النهاردة عايزك تجيله وتسلمه قلبك. امين. اخنا نجيب عدد ترنيمة. اقوم اعود اليك الهي، كفاني ضياعا بارض الضلال، وصوت المحبة لحن ينادي، وصوت يسوع يقول تعال. أقوم أعود إليك إلهي، أقوم بعزم فبدد شكوكي، وهبني يقينا يهز الجبال، وثبت حياتي واقبل صلاتي، وقدس جهادي ليوم الكمال. أقوم أعود إليك إلهي، أقوم أقدم كل الحياة سكيبا خضوعا لرب الجلال، وأنهال من نهر نعمات ربي، فحب يسوع يفوق الخيال. أقوم أعود إليك إلهي. عزيزي المشاهد، راسلنا أو هاتفنا بعد اتخاذك القرار من خلال حلقة هذا اليوم، فنحن على استعداد أن نتجاوب معك. الرقم الهاتف وأيضا العنوان ظاهر على الشاشة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. شكرا دكتور عادل، وشكرا أيضا أخ نجيب.